بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حين ذكر السدل ومناسبته أنه محرم لما فيه من التشبه باليهود، قال: ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان، أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن السدل في الصلاة المنهي عنه معناه أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، بل يترك طرفيه يتدليان إذا ركع وإذا سجد. والعلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، وبالتالي إذا كان للتحريم فهل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ على قولين ذكرهما الشيخ رحمه الله في مذهب أحمد. أولهما أنه يبطل الصلاة لأن النهي للتحريم ويقتضي الفساد، والرأي الثاني أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المسدول فإنه يكره لكن لا يبطل الصلاة، أو يحرم لكنه لا يبطل الصلاة. ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد. نعم. وعلله بأنه فعل اليهود، قال. نعم. حنبل علله بأنه فعل اليهود، قال حنبل. فهذا هو الشاهد من إراده في هذا الكتاب، وهو تحريم التشبه باليهود في هذا اللباس في الصلاة. وعلى هذا فالعلة مستمرة، وليس التعليل لأنه لا يستر العورة، بل لأنه من التشبه باليهود. وهذه وجهة نظر من يرى أنه محرم مطلقا ولو لم تبدو العورة، نظرا لأن العلة هي التشبه باليهود. نعم. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره. نعم، هذا رواية حنبل بن إسحاق تلميذ الإمام أحمد وابن أخيه رحمهم الله. تفسير السدل بأنه طرح الرداء على الكتفين ولا يرد طرفه على الآخر، وأن العلة في النهي عنه منع مشابهة اليهود. نعم. قال: مكروه السدل في الصلاة. نعم، الكراهية في عرف السلف كالإمام أحمد وغيره أنها للتحريم، وعند المتأخرين أنها لكراهة
التنزيه. نعم. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا مثل تفسير، مثل رواية حنبل عن أحمد، رواية ابنه صالح مثل رواية حنبل عنه في تفسير السدل، وهذا مما يؤكد أن السدل هو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، وأن العلة مشابهة اليهود. نعم. أشرتم في الماضي أنه مثل أن يلبس البشتة والعباءة مثلا ولا يدخل يديه في أكمامها. أي ثوب يطرحه على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر من بشت أو غيره، لكن إن كان تحته قميص فالأمر أخف، أما إذا لم يكن تحته قميص فالعلة تكون من أمرين: أولا مشابهة اليهود، وثانيا خشية انكشاف عورته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. هذا التفسير هو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير السدل في الصلاة المنهي عنه. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط، مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. هذا القول الذي ذكره أبو الحسن الآمدي من الحنابلة وابن عقيل أن المراد بالسدل هو الإسبال، وهو نزول الثوب عن الكعبين، هذا وإن كان محرما في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه ليس هو المقصود هاهنا، وإنما المقصود تفسير الأول. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. نعم. هو أصل الكلام هو كلمة علي رضي الله عنه التي في أول السياق، أنه لما رأى قوما قد سدلوا قال: ما لهم، كأنهم اليهود، كأنهم البهر، خرجوا من البهر أو البور، وهي مدارس اليهود. فالشيخ رحمه الله أورد ما ذكره الحنابلة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر، وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. نعم. فهر اليهود التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستنكرا هي مدارسهم، مدارس اليهود، ونحن منهيون عن التشبه باليهود، وهم كانوا يلبسون هذه اللبسة في مدارسهم، مما يدل على أننا مطلوب منا مخالفتهم في صفة الملابس. نعم. فهر بإسكان هكذا. نعم، فهر أو فهر. قال: وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا. نعم. وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. نعم. وسبق في الرواية وعن تغطية الفم في الصلاة، وعلل ذلك بأنه من فعل المجوس عندما يعبدون النار، ونحن منهيون عن التشبه بالمجوس أيضا، فالمصلي لا يتلثم إلا إذا كان هذا لحاجة. نعم. قال: فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كليهما من مشابهة الكفار. نعم، مشابهة الكفار من يهود أو مجوس، فالسدل فيه مشابهة لليهود، وتغطية الفم في الصلاة فيه مشابهة للمجوس، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار عموما. نعم. مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين.
نعم، مع أن هناك علة غير المشابهة، وهذا شيء معروف عند الأصوليين أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، بل هذا أقوى، هذا أقوى لتأكيد الحكم. فإذا علل بأنه لكشف العورة، انكشاف العورة، وعلل بأنه مشابهة اليهود، فلا مانع من صحة العلتين فيه. نعم. قال رحمه الله: فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا عن الخلفاء الراشدين، ما ذكره عن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة كما سبق أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى شيئا استنكره في بعض الدعوات انصرف. نعم. وروى أبو محمد لأنه قال: من رأى شيئا من زي العجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. رأى شيئا من زي العجم في هذا الاجتماع فخرج من المكان وقال ما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. دل على تحريم التشبه بالكفار في الحفلات وفي غيرها، والله المستعان. الآن الحاذق والفاهم هو الذي يحسن التشبه، وأما الذي لا يتشبه بالكفار فهو مغفل ومتأخر. نعم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل أحتقن قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. نعم، أعد. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل ابن عباس أحتقن قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وهذه مسألة أخرى فيها منع التشبه بالمشركين، وهي كشف العورات. فإن ابن عباس لما سأله رجل هل يحتقن، يعني يعمل الحقنة في الشرج، والحقنة معروفة يراد بها تطهير المعدة، ويلزم من عملها كشف العورة، ابن عباس منع من ذلك من أجل كشف العورة، ولأن هذا تشبه، أي كشف العورات والتساهل فيها، من التشبه بالمشركين. نعم. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. قال الشيخ رحمه الله: علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. نعم، ذكر عن غير الخلفاء، ذكر عن حذيفة وعن ابن عباس، والآن يذكر عن أنس ابن مالك لما رأى غلاما له قرنان من الشعر، أمر بأن يغير هذا الشكل وأن لا يتشبه باليهود. فنحن منهيون عن التشبه باليهود حتى في صفة الشعور، في صفة شعر الرأس، فأننا لا نعمل قرونا على شكلهم، لأن هذا من التشبه بهم، من أفراد التشبه بهم. والقاعدة العامة منع التشبه بهم عموما لما يجره ذلك من محبتهم ومن استساغة أعمالهم، وهذا مما يغير دين الإسلام شيئا فشيئا. نعم. السلام عليكم. وروى ابن أبي عاصم: حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة،
وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبه بهم. قال المؤلف رحمه الله: يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث أيضا عن معاوية وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، أنه علل تسوية القبور لئلا تتشابه مع قبور اليهود والنصارى الذين يرفعون القبور، وهذا غلو في الأموات ووسيلة من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فالقبور تسوى، إنما ترفع عن الأرض قدر شبر من أجل أن تعرف أنها قبور، فلا تداس ولا يزاد على ذلك، لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، وأيضا هو من مشابهة اليهود والنصارى في قبورهم، لأن النصارى واليهود يغلون في القبور ويزوقونها حتى تعبد من دون الله، بل جاء أنهم يبنون عليها وأنهم يصلون عندها إلى غير ذلك مما يجر إلى الشرك. نعم. وعن علي أيضا قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. رواه مسلم. نعم، وهذا سبق الإشارة إليه. نعم. يعد مشرفا ولو كان كله من تراب لو ارتفع عن الشبر. نعم، الارتفاع سواء بناء أو يضاف إليه تراب غير ترابه، القبر لا يدفن إلا بترابه ويرفع قدر شبر، ولا يضاف إليه تراب أو أشياء ترفعه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: سنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. نعم، وهذا مر وسيذكر أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى في أرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم فهو منهم. ومعنى بنى أي استوطن في بلاد المشركين من غير ضرورة وغير مظهر لدينه، لأنه يمتزج بالمشركين وتتوطد العلاقة بينه وبينهم، وربما أنه يتنازل عن كثير من أمور دينه أو ينسلخ من دينه بسبب إرضائه لهم أو الاندماج معهم، وكذلك لا يشاركهم في أعيادهم، لا يشاركهم في النيروز وهو من أعيادهم، والمهرجان النيروز في أول الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف، عيدان للمشركين، لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم، بل إن للمسلمين عيدين خاصين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام في رمضان، وعيد الفطر بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فهما مناسبتان دينيتان، ليس لمجرد اللهو واللعب والمرح، وإنما هما شكر لله سبحانه، ولذلك يصلى فيهما صلاة العيد، وفي عيد الفطر تخرج صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى تذبح الأضاحي، فهما عبادتان، أيام عبادة لله عز وجل، وليس أيام عشر وبطر كما في أعياد المشركين. فيجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشركين. والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة طويلة واستيطان، فإنه تسري عليه أمورهم، فيصنع مع ما يصنعون من أعيادهم ونيروزهم ومهرجانهم، لأنه قد لا يستطيع أو لا يصبر على الاستقلال بنفسه وعدم الاندماج، أو أنهم يلزمونه أيضا ويضطرونه إلى هذا الشيء،
كما أن المشركين ألزموا من لم يهاجر من الصحابة، ألزموه أن يخرج معهم إلى بدر، وذكر الله في قصتهم ما ذكر في القرآن. نعم، هذا واقع الشيخ مثل ما تفضلتم، ويمكن الجيل الثاني من هؤلاء المسلمين يمسخ فعلا أبنائهم وأبناء أبنائهم، لكن الذراري و... نعم. إذا قال أحدهم أنه يعجز عن أن يجد موقعا في بلاد مسلمة، إذا عجز فإنه معذور حتى يزول عذره، لكن مع إظهار دينه ولا يندمج، ويصبر على دينه ويثبت على دينه بهذا الشرط. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. نعم، وهذا من مسائل أو من أفراد التشبه بالمشركين، وهو الاختصار في الصلاة، وهو وضع اليد على الخاصرة، أي على أسفل الجنب، لأن هذا من التشبه باليهود. والمصلي يعمل السنة، وهي أنه يقبض اليد اليسرى بالكف اليمنى، يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو المشروع للمسلم، ولا يضع يديه على خاصرتيه أو يدا على خاصرة، لأن هذا من التشبه باليهود. نعم، وروى سعيد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. هذا ابن عمر رضي الله عنه أتى على مسجد بالجحفة، وهي ميقات أهل الشام، والجحفة قرية خربة قريبة من رابغ، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام لأهل الشام ومن جاء عن طريق الساحل إذا أراد الحج أو العمرة. فيها مسجد دخله ابن عمر فرأى فيه شرفات، وهي ما يجعل على رؤوس الجدران من التزيين والزخرفة، فخرج وصلى خارج المسجد، وذلك لأنه شبهها بأنصاب الجاهلية، فإن الجاهلية ينصبون حجارة ويذبحون عندها ويصلون عندها، فنحن نهينا عن التشبه بهم. وهذا شاهد لأن التشبه بالكفار عموما، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو أعاجم أو مشركين أميين أو غير ذلك، فنحن منهيون عن التشبه بغير المسلمين. وفي هذا تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات وبالأصباغ وغير ذلك، فإن المساجد للعبادة وليست للزينة والمباهات، وإنما هي للعبادة والخشوع والصلاة فيها. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق. نعم، سعيد بن منصور. نعم، صاحب السنن. نعم، روى عن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الصلاة داخل الطاق، والطاق هو المحراب الذي يكون في قبلة المسجد، وهذا لأن هذا فيه تشبه باليهود في كنائسهم، فلا يصلي الإمام في الطاق ولكن يصلي خارج الطاق، أولا لأن هذا فيه تشبه في اليهود، وثانيا أنه إذا صلى داخل الطاق فلا يراه المأمومون ويقتدون به في ركوعه وسجوده وقيامه، فلذلك تكره الصلاة في الطاق، صلاة الإمام في الطاق وهو المحراب. أما اتخاذ المحراب نفسه فهو لم يكن معروفا في الزمان الأول، إنما اتخذ فيما بعد ذلك علامة على القبلة من أجل أن تعرف القبلة، لأن المسجد لو دخلته وليس فيه محراب لم تعرف القبلة
ولا جهة القبلة، خصوصا وقت الظلام وقت الليل، فقد لا تعرف القبلة، لذلك يجعلونها، لكن لا يبالغ فيه. نعم. الزخرفات والنقوش والكتابات أو يضخم، وإنما يجعل بقدر ما هو علامة على القبلة فقط. نعم. يعني يكفي منه الانحناء اليسير في الجدار. الانحناء اليسير يكفي. نعم. صلى الله عليكم. قال عن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات، يعني على شكل ما تعمله اليهود، اتخاذ المذابح يعني الطاقات في المساجد على شكل ما تتخذه اليهود في كنائسها. أما إذا اتخذ المحراب غير مشابه لمذابح اليهود فلا بأس به للحاجة كما ذكرنا. نعم. قال وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. نعم. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. نعم. هو لما ذكر الإجماع، لما ذكر الإجماع على تحريم التشبه بالكفار، ذكر أن هذا من ثلاثة وجوه: الأول ما ورد عن الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب في شروط أهل الذمة وما تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروط عمر مع أهل الذمة. الثاني ما ثبت عن أفراد الصحابة، ما ثبت عن أفراد الصحابة، وذكر جملة من ذلك. فهو يقول وإن كانت هذه الآثار أو المرويات قد يكون فيها خلاف أو فيها تأويل، لكن العبرة في الجملة، أنها كلها اتفقت على النهي عن التشبه بالكفار، عن التشبه بالكفار، وكونها يكون فيها احتمال أو فيها نظر لبعض العلماء فهذا ليس من مقصودنا الآن، إنما المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددها، وهي منع التشبه بالكفار في الجملة. نعم. قال وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم. نعم. اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. نعم. هم متفقون على العمل بالكتاب والسنة، وإن كان العلماء قد يختلفون في بعض المسائل والتفريعات فهذا لا يأتي على الأصل المتفق عليه، وهو وجوب اتباع الكتاب والسنة. كذلك هنا هذه الآثار تدل في جملتها. نعم. على منع التشبه بغير المسلمين، وإن كان قد يحصل في بعضها خلاف أو تأويل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.